مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة. لدينا حالة إنسانية أخرى تتعلق بهذا الشاب هذا اللي كان سكرية منزل في حي بني مكادة الشعبي، وتفاجأت على أنها مقامت بزيارة عند صاحبتها للدار، مي رجعت لقات مولات الدار حسب قولها على أنها بدلت ليها اللوبة وقامت بسرقة الأثاث المنزلية ديالها والملابس ديالها. إذن هاد الشابة هادي كتستنجد بالعدالة لأن عملت شكاية والتحقوا بها رجال الأمن عين المكان وعملوا محضر في المعاينة وقدموهم إلى النيابة العامة، ودابا كتستنجد بالعدالة على أنها تنصفها. غادي نسمعوا بالضبط كيف وقع لها مع مولات الدار. تفضل لالا. عفاك، انا كنت كاريا في بني مكادة حدا في القصرية الازهر، ومشيت لعند صاحبتي، عرضت عليا صاحبتي، مشيت لعندها المسنانة تغديت معاها نهار الجمعة، نهار الجمعة، نهار 26 في شهر 3 تغديت معاها. منين جيت للدار ديالي كان جبر مولات الدار بدلت لي اللوبة وبدلت عليا القفل الدار، ومنين خرجت لي شي دناس ضربوني وتعداو عليا، ومشيت لعند البوليس درت الديكلاراسيو ديالي. ملي جاو معايا جوج البوليس منين كندخلوا للدار كان القلب ديالي بانه هزات لي حوايجي كاملين ديال اللباس، الحوايج ديالي كاملين، ما خلات لي حتى شي حاجه ديالي ما خلاتها ليا في الدار. خلاتني كندور في الزنقه شهر رمضان كامل وانا في الزنقه، بقيت كندور من عند هادي لعند هادي، وشي كيقبلني شي ما كيقبلنيش، وبقيت جالسه في الزنقه. ودابا لحد الان وانا مازال في الزنقه، ما كنخدم ما حتى شي حاجه، دات لي حوايجي كاملين، ودعيت على الله من كندعي وكنخلي لها الله سبحانه وتعالى، ومشي يديك لريس بها، ومشينا للكوميساريه وطلعونا للمحكمه، ودابا انا مازال في المحكمه، مازال ما عملوا معايا حتى شي حاجه. الله يجازيكم بالخير، الله يرحم لكم الوالدين. زعما انا ما خصني حتى شي حاجه، ما خصني زعما غير توقفوا معايا ترجع لي حوايجي ونرجع نخدم، راني كندور غير في الزنقه قسما بالله العظيم. الا من 26 في شهر 3 وانا في الزنقه، كل مره فين، مره عند هادي، مره عند هادي، مره تجلسك وحده نهار وتقول لك انا ما كايناش غنمشي نسافر، مره كل مره وكيفاش. الله يجازيكم بالخير والله يرحم لكم الوالدين. كنخلص لك الكره ديالها في كل شهر، ما عمرها جات دقات عليا. انا كنخرج عندها كندق عليها كنقول لها اختي هاكي الفلوس ديالك وسمح لي، عمري ديت لها شي درهم ديالها ولا ديت لها شي حاجه ديالها، قسما بالله لا الشهر بشهر كنخلصوا ليها. ما عرفتش علاش دارت معايا بحال هكا، انا بيدي تفاجات وما فهمت حتى شي حاجه من هاد السيده هادي، ما عمري كانت بيني وبينها شي مشكل ولا شي حاجه، ما فهمتش والله ما فهمت هاد الشيء هذا. وشحال انت كاريه عندها؟ 8 شهور وانا كاريه عندها. 8 شهور شحال كاريه؟ كاريه 1000 درهم. 1000 درهم عمرها ما تقور عليك الكرا؟ لا عمري تقور عليا الكرا، اولا شهر بشهر كنعطيها الفلوس ديالها، كندق عليها كنقول لها فلوسك وسمح لي الله يرحم لك الوالدين، عمري وقع لي بيني وبينها شي مشكل ولا شي حاجه. علماتك واش باغيا دارها هي باغيا تجري عليك باش تكري الدار ولا؟ لا ما قالت لي الدار راه كتباع، يعني خاصك زعما كاين نخرجوا نقلبوا انا وياك على الكرا. قلت لها واخا صافي. خرجنا واحد اليومين كنقلبوا انا وياها على الكرا، زعما كتثبتني زعما بان الدار غتباع وديك الشيء هذاك، وهي هادشي هذا غير كذوب، يعني الدار ما كاين لا البيع لا حتى شي حاجه، هي كتكذب عليا. جيت انا قلت لها واخا صبر عليا انا، وفعلا قسما بالله العظيم الا في الاخر شهر 3 كنت غادي نخرج، وقعت هاد الواقعه هادي في 26 في شهر 3، اما الاخر ديالو كنت غادي نخرج من عندها. حتى جيت خرجت جيت لقيت الدار ديالي ما بقى عندي حتى شي حاجه، بحال اللي اش غنقول لك، دعوة الله كنخلص. لا ما بغات تعطيني حتى شي حاجه، ما بغات تعطيها لي حتى حاجه، بدلات لي اللوبه ديال الباب. ومنين جيت اصلا منين جيت من عند صاحبتي وكنفتح الباب كنلقى اللوبه ديال الباب مبدله، منين صونيت عليها في الصوني، ملي صونيت عليها في الصوني خرجوا كيضربوني، خرجوا شي الناس من عندها حرجت عليا شي الناس، خرجوا من الدار ديالها، واش خوتها واش عائلتها ولا، ضربوني ورموني في الدروج وبقاو كيتعداو عليا، ودوك النساء ريشوني ما خلاو ما داروا ليا، وصافي وخرجت وتفحالي في الدروج ومشيت عملت الديكلاراسيو ديالي.
صافي يا ديك فين جاو معايا البوليس وصافي بقى ديك الشيء هذاك عند البوليس وبقينا دابا كنطلعوا نودوا في المحكمة و... ايوا هذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء انا كنطلب ترجع لي حوايجي باش نرجع نخدم، راه ما عندي حتى فين غنجلس، ما عنديش والديا بعدين عليا، ماشي انا جالسه زعما في هذه المدينه اللي معايا والديا، ولا راني بوحدي في هذه المدينه هذه، ما عندي حتى شي واحد، اي واحد كنمشي نتلقى ليه ما كيبغيش يدخلني، ما كيبغيش مره هادي تدخلك هادي ما متدخلكش هادي تجلسك هكا، هذا الشيء اللي كاين. إذا كانت كتشوفك في هذا الفيديو المباشر شنو تقول لها السيدة هذه مولا تطار؟ ولكن أنا ما كنطلب من الناس شي حاجة، أنا كنقول الله يرحم لك الوالدين ترجع لي حوايجي وتخليني نمشي في حالي، أنا ما خصني منك حتى شي حاجة، دعيتك لله وخليت لك الله سبحانه وتعالى هو اللي خليت لك. ما عندك معاه والو إيش؟ ما عندي معاه حتى شي مشكل، قسما بالله ما عندي معاه شي مشكل. المهم هي خصها تخرجك باش كتقول عندها الدار. ايا ما غتخرجني وكتقول لك خصها تبيع الدار، وهما فيها ثلاثه د الخوت شركه في هذيك الدار هذيك، يعني ماشي غير بوحديتها، فيها خاها ومراه اختها اخرى، ثلاثه بيهم شاركين في ديك الدار في العمارات اللي فوق القيصريه د الازهار اللي بني ما كاد. ما قالتك شي راه خصني تزيدك في الكراء ولا؟ لا ما قالت لي حتى شي حاجه، قالت لي نخرجوا نقلبوا انا وياك ونسكنوا مع بعضياتنا وزعما نبقاو هكا مستمرين العيشه مع بعضياتنا وديك الشيء. قلت لها صافي واخا كنخرج زعما، هي كتقول لك زعما بغات تخرج ملي تبيع زعما كاينه ملي تكري زعما تدخلني انا معاهم في الكراء نعاونهم زعما في الكراء. قلت لها واخا ماشي مشكل، ويا هادشي هذا غير كذوب، يعني ما كانت لا غتبيع لا حتى شي حاجه، هي كتكذب عليا وصافي بغات تخرجني وصافي. جبرتها سبا باش باش ايوا مشيتي عند صاحبتك؟ اي مشيت في الناس، مشيت مع الصباح مع الحد مع 12 د النهار مشيت لعندها، رجعت في حالي في 8 ونص د العشيه جبرت الدار تقلبات، يعني داو كلشي ما خلاو لي حتى شي حاجه. ما علمتني حتى شي حاجه، مشيت جيت لقيت اللوبه مبدله، جيت خشيت المفاتح في الباب، كنفتح الباب صونيت في الصوني خرجوا بقاو كيضربوا فيا وتعداو عليا رجال ماشي حتى كانوا كينتفوني ورجال كانوا كيضربوني وكي في الدروج وسيبوني في الدروج وصافي ومشيت. قسما بالله الا زدت عليها شي حاجه ما تسمحوليش، قسما بالله ما زدت عليها حتى شي حاجه. دابا انت كطالب العداله تنصفك وتنصفوا حويجاتك اللي دات لك تستقر، ديك الشيء اللي كاين باش نستقر، ما بقاش عايشه في الزنقه او جالسه في الزنقه، راه حتى شي واحد ما كيبغي يجلس عنده شي واحد. قناة شوف تي في كنتم معنا في هذا المباشر من مدينة طنجة، وحالة إنسانية مأساوية هاد الشابة هادي اللي مازالش ولادها أو الأقارب ديالها وضربوها، ودابا كتطلب على أن العدالة تنصفها وتعطيها حقها، هي باغية ترجع حويجاتها باش ما تبقاش الدور ندار ندار، لأن فحال اللي قالت الله يحسن العوان تصحاباتها ملوغ أيضا، لأن باش تبقى عندهم تقريبا أيام معدودات. إذا مشاهدينا الكرام تحية لكم أينما كنتم، ألقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء. شكرا، الله يجازيكم بالخير، الله يرحمكم الوالدين، وقفوا معايا عافاكم، الله يجازيكم بالخير، الله يرحم الوالدين.